Abam, elle est montée membre du conseil d'administration du groupe Stibus Transport. هي اليوم شركة والمجموعة بصفة عامة في جميع المدن ديالها غادية في اتجاه التحسين ديال الخدمات والاستثمار، واخا في هذه الحالة ديال الكوفيد اللي الحالة الاقتصادية جد زعما جد خطيرة كجميع القطاعات، راه هذا الشيء واضح وما عندنا علاش نتشكاو لأن كل شيء مقيوس اليوم. ولكن الشركة التزمت بواحد البرنامج استثماري وتتبين اليوم بانها تحترم البرنامج الاستثماري، وان شاء الله من هنا للاخر ديال السنه 2021 غادي تكون 100% ديال الحافلات اللي تعقدت عليها الشركه واللي التزمت باش تدخلها في اطار تدبير المفوض كلها غادي تكون دخلات في مدينه مكناس في الشوارع ديالها. اذا هذا التزام تعاقدي واللي غادي هو اليوم دفعه اخرى، وتنقولوا وتنعاود نكرر اليوم بان من هنا للاخر ديال السنه غادي نكون وصلنا 100% ديال الاحترام للبرنامج الاستثماري. واذا غتكون 90 حافله اللي عندها اقل من سنتين، وغتكون 30 حافله اللي عندها اقل من 5 سنوات اللي دخلت ما بين 2017 و2018، وهذا غيعطي لمدينه مكناس واحد الحافلات اللي عندها واحد العمر اناج مويان اللي هو زعما الحمد لله غيكون من احسن لي مويان على الصعيد الوطني. هنا استاذ الاسطول ديالكم واش كتفكروا انكم في يعني المحطات اللي خارج مدينه مكناس اي النواحي ديالها واش غادي تزيدوا في العدد ديالهم؟ نعم، هادشي تيتم بصفه عامه، تيتم بواحد التعاون ما بين السلطه المفوضه والسلطه المحليه والشركه، تنحاولوا تيكونوا طلبات من عده جهات، وحنا ايضا عندنا جميع الاحصائيات، وتنحاولوا في المستطاع باش نتجاوبوا مع التغييرات ديال التنقلات، وما كاين حتى شي جهه اللي كنخليوها. السؤال الاخير هي ان الساكنه ديال مكناس كيعانيوا من الاكتظاظ وقله النظافه في احد بعض الحافلات النقل الحضري، باش كتوعدوهم؟ هي في جميع المدن الا جيتي في الاخر العشيه غتقدر تشكى من المشكل ديال النظافه ديال الحافلات، لان ملي تيكونوا طلعوا المئات ديال الناس من الصعب باش 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 يبقاو في الحاله اللي خرجوا بها الصباح. ولكن حنا في هذا الوقت ديال كوفيد تم الاحترام، وهذه اهم نقطه، تم الاحترام ديال جميع التدابير الوقائيه اللي فرضتها السلطات المحليه. وبهذه المناسبه في مدينه مكناس الى ما غلطتش من مارس 2020 الى اليوم بجميع التدابير اللي قابت بهم الشركه في المئات ديال السائقين اللي عندنا، يلاه جوج اللي تقاسوا بالكوفيد، واخا هما واحد العلاقه يوميه مع مئات ديال الزبانات الالوف. وهذا الشيء علاش؟ لان مكنا جميع المستخدمين من جميع الادوات الوقائيه، درنا في حافلات لجل هيدروالكوليك من مارس، وحنا دابا راه قربنا لسنه، وهذا الشيء النتيجه ديالو راه الحمد لله بانت، لان هادو ارقام رسميه اللي عندنا في الشركه واللي حنا كنشوفوها، وهذا الشيء حنا فخورين. دونك هذا الشيء كيبين الحمد لله هذا الاحترام وهذا اوسي هذا لو فيك بان الشركه كتنقي الحافلات في المحطات الكبرى من بعد كل فواياج. هادشي كله باش نحاولوا نحافظوا على السلامه، وغير بعد المجهودات اللي تنقدوا عليها على قدنا باش حتى حنا نساهموا في هذا باش ندوزوا هذا الوقت هذا باحسن حاله. ولكن ان شاء الله الامور ما غتكون غير احسن واحسن، واكبر دليل هو دائما الاستثمارات الجديده اللي كدار في مدينه مكناس، واللي اليوم هاد لي نوفو كيوسك ايضا غادي يتم الادخال ديالهم في عده مدن مغربيه، ولكن مدينه مكناس اللي عزيزه ديما هي الاولى اللي كيدخلوا ليها هاد الورشات الجديده. اسم الصفه؟ علي مطيع، ممبر دو كونسي دادمينستراسيون ديال الشركه ستيبوس ترانسبور. Je vais vous montrer un peu de temps.
بلوك سريف بلوك تما تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير للفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.